صباح الخير مشاهدينا. نبدأ بموقف محرج لوزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون الذي كان يتحدث عن سوريا أمام نواب مجلس العموم ويقول إن بإمكان روسيا إنهاء الصراع الدائر في سوريا، فإذ بصوت فضائي الطراز وغريب يخرج فجأة ويقطع كلام الوزير. الصوت قال: وجدت شيئا في الانترنت خاص بقوات سوريا الديمقراطية. فقطع الوزير الصوت بعد أن علم أنه صادر من تطبيق سيري في هاتفه المحمول وتبسم واعتذر. يبدو أن العبارة التي قالها الوزير عن قوات سوريا الديمقراطية كانت بمساعدة تطبيق سيري. إلى السعودية، الجريمة التي هزت الرياض وكان ضحيتها الطفلة نوال ذات 11 ربيعا التي قضت على يد خادمة إثيوبية. في تغطية شاملة على العربية نت تحدثنا مع عم الطفلة ووالدها وأيضا والدتها التي تعيش حالة من الصدمة والفجيعة والبكاء المستمر. نوف سعد الشهراني تحدثت عن طفلتها التي لم ترى والدها من عمر 6 أشهر بسبب انفصال الوالدين. نوف تحدثت عن تفاصيل رؤيتها لابنتها غارقة في دمائها وأيضا ابنها علي الذي تلقى 14 طعنة ويرقد في المستشفى. نتمنى له الشفاء العاجل. بعيدا عن الإجرام ننتقل إلى الرياضة وتحديدا في تونس، حيث اضطر أفراد منتخب رياضي من دولة زيمبابوي إلى النوم في أحد شوارع مدينة باجة التونسية وافترشوا أمتعتهم لأن الفندق المخصص لإقامتهم يحوي غرفا مقززة ويخلو من مسبح ووسائل ترفيه. هذا والتقط أحد اللاعبين صورة لغرفة بالفندق ويظهر الحمام أكرمكم الله بصورة لا يمكن وصفها بكلمات. صورة طبعا منشورة على الموقع. نبقى في الرياضة لكن هذه المرة إلى لعبة الشطرنج، حيث خطفت السعودية داليا الشمري المركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج من بين 300 لاعب ولاعبة تنافسوا على مدار 5 أيام. شهدت للمرة الأولى مشاركة لاعبات سعوديات في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. قالت داليا العربية نت أنها مارست لعبة الشطرنج منذ أن كان عمرها 10 سنوات. تعلمت أساسيات اللعبة من والدها الراحل. عن أهم مفاتيح تعلم لعبة الشطرنج أفادت داليا أن اللاعب يجب أن يتحلى بالتركيز وهدوء الأعصاب والقدرة على حل المشكلات. أخيراً أثبتت دراسة علمية طريفة وجديدة من نوعها في إسبانيا أن الأجنة في الأرحام يتفاعلون مع الموسيقى الكلاسيكية ولا يهتمون كثيراً لأغنيات شاكيرا. أظهر عدد من الأجنة الذين استمعوا لمقاطع موسيقى كلاسيكية لكل من باخ وموزار علامات واضحة على التحفيز الذهني داخل رحم الأم، بينما كانوا أقل حماساً مع شاكيرا. الباحثون قاموا بمراقبة دقيقة لحركة الفم واللسان عبر جهاز الموجات فوق الصوتية، وافترضوا أن الأطفال الذين حركوا فمهم أو لسانهم استجابة للموسيقى ربما كانوا يحاولون التواصل. هذه كانت بعضا من أخبارنا. المزيد على صفحات العربية دوت نت. لا يهتم لأغاني شاكيرا إلا بيكي زوجها بلعب برشلونة. أنا لا حرام عليك، شاكيرا أغنية حلوة. مدريد كلها بتحب شاكيرا. مدريد؟ أيوة عشان برشلونة عادي بيسمعوها شاكيرا. ده وضع تاني. شكرا هبة.